فروجان الدجاج لازم يكون كل واحد 3 كيلو. حطولهم جزر، بصل، ورشة ملح، ورشة بهار أسود، وورق غار، وهال مطحون. 3 كيلو طحين، 150 جرام سكر، 100 جرام خميرة، و150 جرام ملح. تخلطون أول شيء مع بعض، بتضيفوا عليهم المي شوي شوي. هاي العجينة صارت جاهزة، ومنحط لها الكوفية الفلسطينية ومنريحها 20 دقيقة. حطوا بصل، بتحركوا البصل ليدبل أول شيء. ولا بتجيب السماء من جبل النار من عنا من نابل، وبتحطوا لها زيت زيتون. هيك بتكون خلصناه، وبتقشوا الزفرة. العجينة جاهزة. يلا نخبزها. وهيك العجينة بتكون جاهزة. يلا نعمل أطيب مسخن فلسطيني. المي اللي سلقنا فيها الدجاج بتشوا الخبزة فيها. وهلا منزيد البصل مع السماق. منزيد الدجاج فوق منه. قبل ما تفوتون على الفرن بترشوا رشة سماق عليهم. وهلا على الفرن. وهلا بنزيد لون اللوز ورشة بقدونس. يلا ندوق حدا. إكرام. يس، مسخن فلسطيني. اوه كيف بقى هذا؟ ايوه. والله العظيم هذا اللي بيفهم.